احمد وجيه عامر مباشره ردود الافعال داخل نادي الزمالك. تحياتي لحضرتك استاذ عبد الناصر والكل متابعينك في كل مكان. اهلنا مصر احنا طبعا. طبعا كل الناس دلوقتي وكل الاعلاميين وكل النقاد موجودين عندك على اللايف يا كابتن، وبيتابعوا التصريحات الهامه والكلام المهم جدا جدا في شأن هذا الامر، وهو طبعا اللي قلب مصر كلها حاليا واللي سبب بعض الازعاج وبعض القلق كده عند النادي عند جماهير نادي الزمالك، خصوصا ان الكلام كله جاي على ان في العينه الايجابيه في لاعب من نادي الزمالك، كل المؤشرات بتقول كده. لكن يا كابتن يعني خلينا نقول مع بعض كده ان كل هذه المؤشرات ليست حقيقيه حتى هذه اللحظه. لازم بيان رسمي من الكاف. بالظبط، لازم بيان رسمي من الكاف يا كابتن، وما ينفعش محترم لاي شخص ومحترم اي حد، ما ينفعش نذكر اسم لاعب لنفترض ان مفيش ان مثلا مفيش حاجه او هذا اللاعب مفيش اي حد ذكر اسم لاعب سيعود عليه بالاجراءات القانونيه. بالظبط، يعني انا لو انا يعني مش عارف ليه تم ذكر الاسم وليه حتى هذه اللحظه. انا احترمت بصراحه كابتن خالد الغندور، واحنا الحمد لله برضه اكدنا ان في اكتر من لاعب ثلاثه من الزمالك وواحد من الاهلي، ولكن لا نستطيع ان نجزم ولا نؤكد ولا ننفي. ده الكلام المظبوط يا كابتن، وده الاعلام الهادف اللي بيدور على الحقيقه من غير بقى ما يهدم ويضرب ويبقى له حاجات تانية كده خارج عن حاجات احنا مش عايزين نعرفها. بص، احنا لن ندافع ولن نتهم، مالناش دعوه. بالظبط، احنا في تسريبات من الكاف، الكاف يطلع يقول التسريبات دي غلط والدنيا امان او في كذا، وبناء عليه نتكلم. زي ما حضرتك ذكرت كده يا كابتن، ان هناك مؤشرات بتقول ان في اربعه ثلاثه من الزمالك واحد من الاهلي، لكن من ناحيه يعني انا حتى هذه اللحظه يا كابتن داخل نادي الزمالك مفيش اي حاجه ولا في اي، طبعا كجماهير انا بتكلم كاداره لسه مفيش اي. يا بنت احنا بنتكلم بشكل مهني، انت بتتكلم في كارثه، وبعد كده زميلنا محمود عبد الغني هيبعت لي دلوقتي الترجمه بالتقارير اللي بره مصر اللي هي كانت اصل المشكله، اصل الخبر جاي من بره مصر. فعلا يا كابتن، والعينات دلوقتي يا كابتن كلها موجوده هناك في المعمل الدولي المتخصص، ومش عايزين نقول اسمه في الملعب وبناء عليه اللي هيتجف جلسه استماع لبس. بالظبط يا كابتن، انه هيبقى هناك عينه اخرى، هيكون في عينه اخرى، ولازم النادي او اللاعب او النادي يثبت ما بص على النادي الاهلي ان يثبت ان لاعبه اللي عنده المشكله ان كان واحد ولا اثنين ما تعاطاه امان. بالظبط، الزمالك لاعب اثنين ثلاثه يثبت انه امان. انا وصلني ان الدكتور محمد اسامه قال ان بالفعل في بعض ناس بتاخد عقاقير علاجيه، وسنثبت ذلك للكاف في اول رد فعل. يعني ده تصريح قوي جدا ومهم جدا من جانب الدكتور محمد اسامه، وانا على ما اظن ومن خلال معرفتي. خلي بالك ليس تصريح اعلامي وانما لبعض المقربين، قال لك احنا موضوعنا امان وبضمن الزملكاويه وملفاتنا الطبيه زي الفل. انا شخصيا بثق في الدكتور محمد اسامه. دكتور محمد اسامه على معرفه انا بيه جدا جدا، وعلى ما اظن مفيش حاجه يعني على ما اظن من خلال معرفتي بيه ان حاجه زي كده مش هتفلت منه، يعني حاجه زي كده مش هتقع من دكتور محمد اسامه. برضه مش عملناش دعوه، ما بندافعش، انا عايز اطلع من موضوع ان انا مع ولا ضد، انا مع ترند الوطن العربي كله دلوقتي بيتكلم عليها. بالظبط، حتى هذه اللحظه ما نقدرش نقول ان ما نتهمش اي لاعب، ننتظر البيانات الرسميه من جانب الاتحاد الافريقي.
او من جانب او تصريحات رسميه من جانب نادي المهندس هشام نصر. جاءنا الان يا جماعه الناس اهي بقى كله صاحي. جاءنا الان المهندس هشام نصر، لا نعرف شيء عن كل ما يقال وليس لدينا ردود، وكل ما يقال هو في الاعلام ولكن ما فيش اي شيء رسمي في نادي الزمالك. يعني بالضبط، على يعني مسؤول رسمي، يعتبر مسؤول رسمي نائب نادي الزمالك. اذا التصريحات يا كابتن زي ما قلت، البيانات بس ننتظر الحاجات زي دي بالذات يا كابتن، وحضرتك طبعا يعني احنا بنتعلم منك في الكلام ده، ان الحاجات اللي زي كده بننتظر ونتمهل حتى ننتظر البيانات الرسميه من جانب الاتحاد الافريقي او نادي الزمالك او نادي الاهلي، او التصريحات من مسؤولين هنا او هنا، لان الموضوع كبير جدا يا كابتن. وكان الله في عون اللاعب اللي تم، او اللاعب اللي ما نتمناش الصراحه، ما نتمناش لان اللاعب هيكون معرض لايقاف. يعني هنشوف بقى المده من 4 سنوات وانت نازل بقى كابتن، حسب ما يقرر بقى الكاف وكل هذه الامور. لكن كان الله في عون الناديين، خصوصا ان داخل على بطوله قويه وبطوله كاس السوبر يعني، وفي مشاكل تانية بتتصدر، ويعني في مشاكل تالتة بتخش في الموضوع. اذا الموضوع يعني بصراحة داخل في منحدر مش كويس جدا جدا. فنتمنى ان الامور اكد لنا بس المسؤولين اللي تواصلت معهم في الزمالك ينفوا، اكد لنا بس المعلومات حكم من عرفت الناس من التغطية والهيكل كتير. طبعا يا كابتن انت عارف ان احنا بنقولش اي كلمة غير ان شاء الله كنا واثقين منها، عشان كده بنقول نتمهل. وانا باذن الله اي ادلاب اي تصريحات على طول يا كابتن هتبقى عندك، ولنفرد بهذه التصريحات كالعاده يعني ان شاء الله. يعني احنا بنحاول نجتهد قدر المستطاع. طيب اشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد وجيه عامر، كان معنا في هذه التغطيه الخاصه. طيب في برضه هيكون معنا ردود فعل مهم جدا.